السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وموضوع جديد. موضوعنا اليوم هو مهم جدا بالنسبة للكثير من الناس. طبعا بما أنك دخلت إلى هذا الفيديو فأنت من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة القشرة، لذلك أدعوك لتكمل معي هذا الفيديو لتتعرف على الخطوات الخمس التي تقضي على القشرة بشكل نهائي. طبعا القشرة هي حالة تسبب الإحراج لملايين من الأشخاص حول العالم، ولها عدة أسباب، ومن الأسباب المسببة لها وهي نمو الخمائر والفطريات على فروة الرأس، وهذا السبب هو الأكثر شيوعا، كما أن استعمال الشامبو الخاطئ والإفراط في غسل الشعر، كما أن قلة النظافة يؤديان أيضا إلى القشرة. وبالطبع ترتبط المشكلة أيضا بنوعية النظام الغذائي المعتمد ونقص في الفيتامينات، تحديدا فيتامين A. إذن هذه هي أهم الأسباب المسببة للقشرة. دعونا الآن نمر للخطوات الخمس للقضاء عليها بشكل نهائي، ونبدأ أولا بالنظافة المعتدلة. الإفراط في استعمال الشامبو يؤدي إلى جفاف الرأس، لذلك استعمل دائما المستحضر المناسب لنوعية الجلد، ضرورة ملحة. كما أن معدل غسل الشعر يجب أن يعتمد على نوعية الجلد، فأصحاب البشرة الدهنية عليهم غسل شعرهم بشكل يومي، أما أصحاب البشرة الجافة فعليهم غسل شعرهم لمعدل 4 مرات في الأسبوع. ثانيا المستحضرات الخاصة بعلاج القشرة. الشامبو العادي يخلص من القشرة ليومين أو 4 أيام، بينما يتخلص الشامبو الطبي منها لمدة تزيد على 5 أسابيع. الشامبو الطبي يحتوي على مواد سيلينيوم وحمض السيلسيك والزنك التي تمنع نمو وتكاثر خلايا فروة الرأس، ويجب الحرص على تنظيف الشعر بالماء بشكل جيد للتخلص من كل آثار للشامبو. ثالثا العلاجات الطبية. إذا كان سبب وجود القشرة هو الالتهاب الزهري، فيجب استعمال شامبو يحتوي على مادة الكيتوكونازول التي تعمل كمضاد موضعي للفطريات. أما إذا كانت الصدفية هي السبب فيجب أن تتم معالجتها تحت إشراف طبيب. رابعا النظام الغذائي. تعديل النظام الغذائي قد يساعد على القضاء على المشكلة. يجب أن يحتوي نظامكم الغذائي على الفيتامينات والمعادن، خصوصا فيتامين A، كما ينصح بالإكثار من تناول الفواكه والخضروات والأسماك. والخطوة الخامسة والأخيرة وهي العلاجات الطبيعية. هناك بعض الوصفات الطبيعية يمكن اعتمادها لعلاج القشرة، مثل البابونج الذي يعمل على التخفيف من حدة التهابات فروة الرأس. خل التفاح ينفع أيضا إذ يحتوي على مضادات البكتيريا، ويمكن استعمال زيت الشاي أو خلاصة الصبار إذ تقلل من نسبة إفراز الزيوت، وهي مثالية لأصحاب البشرة الدهنية. ولعل أكثر العلاجات تفضيلا هي خلطة البيكربونات الصوديوم التي أثبتت فعاليتها بشكل كبير، ومن الوصفات الطبيعية التي أثبتت نجاحها أيضا عصير الليمون الذي لا يقضي على القشرة فحسب، بل يمنح الشعر لمعانا وحيوية. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أنه كان مفيدا. لا تنسى الاشتراك في القناة إذا لم تكن مشترك، وأن تضع زر لايك وكومنت، ولا تنسى الضغط على زر الجرس. أشكركم على المشاهدة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.